شكرا مرة تانية زميلي العزيزة تامر صقر، هاني سعيد لاعب فريق المقصة، هاني برحب بيك على تايم سبورتس. ويمكن هزيمة النهاردة، تكتل دفاعي من فريق المقصة نجحتوا فيه في الشوط الأول، ولكن سرعان ما تحولت الطريقة كمان في الشوط الثاني وقدر الزمالك أنه يحرز هدف ويحافظ عليه. الخطورة يمكن كانت متأخرة في الدقائق الأخيرة، ولكن قدر الزمالك يستطيع أنه يحصل على 3 نقاط. تمام، الحمد لله طبعا على كل شيء. الاول بص، هو يمكن مش موضوع تكتل دفاعي قد ما هي طريقه لعب. يمكن الزمالك بيعتمد في طريقه لعبه ان وسط الملعب بيحاولوا يفضوا للوينجين بتوعهم او الراجل الفيرود بتاعهم، فكان خطتنا ان احنا ما نهاجمش من الاول، يعني نستناهم. فانا حسيتها، يعني انا حسيتها من الملعب ان النادي الزمالك ما كانش لاقي حلول خالص، يعني ما كانش في عنده حلول ان هو يهاجمنا، وكان باين ان هو ما لهمش فرص. يمكن الجول طبعا بتاعهم في الشوط الثاني هو اللي خلانا الى حد ما طبعا نسيب الطريقه بتاعتنا شويه ونتخلى عنها شويه ونبدا نهاجم. بس كمجمل الماتش، يعني احنا نفذنا التعليمات الدفاعيه بشكل كويس، ويمكن شويه هاجمنا في اخر الشوط الثاني. بس الشوط الاول ما كانش، يعني كنا بنقطع الكوره، ما كانش عندنا حلول قوي برضو، احنا كنا بنفقد الكوره بسرعه. بص، مش كان في ميز باص كتير جدا وانت بتحاول تقرب، لكن فجاه بيحصل خلل كتير جدا. احنا كنا بندافع كويس وبنقطع الكوره، بس لما بنقطع الكوره كنا بنديها لهم تاني بسرعه. دي حقيقه. ف المشكله طبعا كان عندنا احنا كلاعيبه ان ما كانت عندنا ميز باص عالي شويه. ف يمكن الشوط الثاني تحسننا فيه شويه وبدانا نهاجم، لكن مجمل دافعنا كويس بس ما هاجمناش بالشكل المطلوب. واعتقد برده ان الزمالك ما غير الجول اللي هو جابه، ما اعتقدش ان هو الزمالك برده ليه فرص او ليه حاجات خطيره على الجول، ما كانش فيه يعني. فهو الماتش كان، انا شايف ان هو كان يمشي تعادل كويس يعني. شايف بخبرتك وانت كلاعب كبير جوه الملعب، ان المباريات اللي هي بتبقى كبيره زي الزمالك والانديه الكبيره لما بتيجي مبكرا بتشيل الضغوط نفسيا على اللاعبين، بحيث انه يقدر يكمل في المباريات الاولى هو بالفول باور بتاعه في اول الدوري يقدر يحصد نقاط. بص، انا بالنسبه لي انت كده هتلعب الزمالك في الاول او في الاخر، انت هتلعبه مش هتفرق، او الاهلي او الفرق الكبيره. بس انا شايف ان احنا عندنا مجموعه لعيبه تخلينا من ضمن الفرق الكبيره اللي موجوده في الدوري. فاحنا النهارده الماتش، يعني بص انا يعني مش عايز اتكلم في، يعني نروح في حته ان احنا ايه بنلعب فرقه كبيره، فاحنا بنحاول نلعبها مثلا مش دلوقتي او ناخد منها نقطه، لا والله احنا بننزل ماتشات زي دي بنبقى عايزين نكسب برضه، لان احنا في الاخر عندنا هدف عايزين نحققه السنه دي يعني. ولو بصيت لمجموعه اللعيبه اللي موجوده واللعيبه اللي جبناها، فهتلاقي ان احنا الفريق، لا احنا عندنا فريق محترم، يعني عندنا فريق فعلا كويس. يعني لو شفت المجموعه اللعيبه اللي قاعده بره، المجموعه اللي بره خالص، هتلاقي لا ده في لعيبه كويسه جدا مش موجوده. فانا بالنسبه لي ما يفرقش نلعب الفرق اللي هي الكبيره، الاهلي والزمالك في الاول او في الاخر ما تفرقش. السؤال اللي لسه اساله لك، ان انتوا عندكم تيم كويس وعندكم دكه كويسه وانتوا عندكم خبرات، وانت واحد من اللعيبه اللي خلاص يعني عندها نضوج كبير جدا، شايف ازاي ان انت تقدر تستغل ده كمان مع لعيبتك، وطموح بقى المقص ان يعود تاني للمشاركات الافريقيه؟ لا، ما ده لسه بقوله لك، احنا عندنا يعني احنا بنلعب على الهدف، احنا مش بنلعب وخلاص ان احنا عايزين نبقى موجودين في الدوري او حتى موجودين في المنطقه اللي في النص، لا خالص، احنا عايزين نحقق مركز ومركز محترم، لان احنا قبل كده حققنا مركز تاني، فمش عايزين يعني ايه المشكله ان احنا نحقق تاني يعني، او مش مشكله ان احنا نلعب على الدوري اصلا، مفيش خالص. انا يعني ما فيش حاجه فعلا تنقص، لان انت اللعيبه عندك موجوده، جهاز فني محترم، اداره بتوفر لك كل حاجه، فما عندناش حاجه تنقصنا. بس فينقص يمكن بس ان اللعيبه تصدق بس ان هي تقدر تعمل حاجه زي كده. دور مهم اكيد بالنسبه لك انك كمان كابتن وخبره كمان في الفريق، لكن خليني اقول لك على الوقت الضيق بين ماتش الجونه والسفر والارهاق، مده قليله جدا، بتتعاملوا مع ده ازاي؟ ما هو ده لسه بقول لك عليه، احنا الحمد لله عندنا لعيبه كتير، فعندنا يعني احنا عادي ممكن الماتش اللي جاي بنلعب، طبعا ده ما بيحصلش يعني، بس الواقع اللعيبه اللي عندنا بيقول لك ان احنا ممكن نلعب عادي بفرقه ثانيه خالص الماتش الثاني، فما عندناش مشكله ان احنا عندنا لعيبه ما لعبتش وكانت بره جاهزه ان هي تلعب في الماتش اللي جاي، فان شاء الله ما عندناش مشكله يعني حتى لو بعد 3 ايام ان شاء الله. شكرا لك. شكرا.